زار وفد من رابطة العالم الإسلامي العاصمة الإيطالية روما بناء على دعوة من بابا الفاتيكان، واستعرض اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصا التعاون بين الفاتيكان والعالم الإسلامي في قضايا السلام والتعايش ونشر المحبة. حول ذلك يلتحق بنا من روما موفد الإخباري عبد الله النصار. أهلا بك عبد الله. عبد الله، كيف تنقل لنا حجم التوافق في الرؤى بين الرابطة والفاتيكان في عدد من القضايا؟ نعم جميلة، تحية عطرة لك وتحية عطرة للمشاهدين الكرام على الآن في وسط روما وتحديدا من أمام مبنى الفاتيكان. الصباح اليوم كانت هذه الزيارة لوفد رابطة العالم الإسلامي، والذي كان معالي الشيخ محمد العيسى يرأسها ممثلا للمسلمين بناء على دعوة من بابا الفاتيكان فرانسيس. طبعا هذه الزيارة أتت وحملت معها اتفاقات كبيرة جدا في الرؤى بين الطرفين. طبعا هذه الاتفاقات في نبذ التطرف ونبذ الإرهاب وتوحيد السلام. طبعا كل ما يخص السلام في العالم اتفقت عليها جميع الأطراف. هذه الزيارة يعني من المتوقع أو أنهت فيها عدة مبادرات، سوف تعلن لاحقا مبادرات من رابطة العالم الإسلامي، ويمثل الدكتور محمد العيسى ممثلا للمسلمين في هذه الزيارة، والفرنسيس بابا الفاتيكان. سوف يكون هناك مبادرات تخص الإسلام السلام وتخص نبذ جميع التعصب وأيضا نبذ جميع طوائف الإرهاب سواء بكل الأديان. طبعا بإذن الله سوف يكون لنا لقاء بعد قليل مع معالي الشيخ محمد العيسى، سوف يتحدث عن هذا اللقاء وعن النتائج وعن هذه المبادرات، وسوف نتابع معك جميلة إن شاء الله في النشرات القادمة يعني جديد هذه الزيارة وهذه الجولة هنا في روما. نعم، شكرا لك زميل عبد الله النصار، كنت معنا من روما، شكرا جزيلا لك.